لما اقول لكم بالظبط تاني اعرفكم دماغكم تروح فين، اني هيبقى المنظر بالطريقه دي صح مظبوط، عشان كده سميناها صبت تاني. طيب طب انا ايدي لو المنظر ده حقيقي في عينيكم كان المفروض ان ايدي تبقى بتعمل كده، طب هي ما بتعملش صح؟ التفسير بتاع ده مصدره ان في حاجه اسمها الموتور يونت، عارفينها؟ درستوها؟ الوحده الوظيفيه هو بتعمل صبت دانك بس مش لكل العضله مع بعض، ليونتس مختلفه فبيبدلوا مع بعض، فعشان كده ما بيحصلش الزلزال دي. انا في رسمه هوريها لكم في ايه، انا بس حبيت اهرب او عايز اثبت معلومه ان هو ايه كونتينوس وصبت دانك، وكان لازم يبقى صبت دانك عشان ما يعملش بديل اللي بيدور في دماغه. طب هو ما عملش بديل لكن باعتباره صبت دانك، ليه الايد ما بتترعش؟ ده احنا جاوبنا المنطقه، بس اللي عايز اطلع منه من السلايد دي انه كونتينوس صبت تاني. اوكي؟ المفروض اطلعكم يعني. عشان كده نو نكسر الموفمنت of the joint upon which the stretch muscle work. هل الجمله دي واضحه بالنسبه لكم؟ فيها غموض ولا لا؟ طيب. الستاتيك ستريتش اندكس ات ريسك، انا خلاص حاليا براجع. Each skeletal muscle is always stretching because the length of the muscle is less than the distance between the original insertion. ده انا وريته لكم قبل كده. الايفيدنس، ايه الدليل العقلي تفتكروا؟ اللي انا يخليني بتكلم بالثقه دي وبقول لك ان الاستاتيك ستريتش ريفلكس مسؤوليه